شوية، مكانش بيأكلهم، كان حرمهم من كل حاجة، والبت ما عملتلوش حاجة عشان يعمل فيها كده، مكانش بيضربها قدام أمها، كان يخش عند دي ويخش عند دي، يقفل الباب على دي ويقفل الباب على دي، مكانش بيخليهم يشوفوا بعض. عيلة أربع عندها 4 سنين كانت تخش الحمام تقولها تعالي شطفيني يا ماما، كان يقولها شطفي انت امك مش هتشطف. كان حرموهم من بعض، هما عايشين في مكان واحد بس، فاحنا عايزين حق وعد. كل اللي يتكلم يقول كلمة الحق، هو بلطجي في العشش، والعشش كلها قرايبه وكلهم جايين معاه، كلهم كانوا بيسمعوا صوتها وما كانش حد بيحاول ينقذها ولا حد يجي يقول لنا، كلهم كانوا بيخافوا منه، وفي نفس الوقت على اهله كلها شبكة في بعض، كله خايف، حتى الناس الجيران خافوا، خافوا ان حد يطلعوا ولا يتكلموا، خايفين يشهدوا، خايفين يشهدوا حتى بكلمة الحق، بيهدد عمها، عمها عاوز يعذب، بيقول لك والناس بتعزل من بيوتها بسببهم، بسبب دهدتهم. اهل الواد مش ساكتين وعمالين يشتموا ويعملوا في اللي راحوا شهود في النيابة، ويتخانقوا مع الناس اللي راحوا يشهدوا على اللي شافوه مع وعد. فاحنا كل اللي عايزينه، احنا عايزين حق وعد، عايزين، مش عايزين حكم 25، احنا عايزين اعدام. البت اتشرحت واتبهدلت خالص، البت حتى وهي ميتة اتبهدلت، فاحنا عايزينه يتبهدل زي ما هي اتبهدلت، عايزين اللي هي جربته واللي هي شافته هو يشوفه، وهو يشوف اهله، اهله كده، اهله اللي شجعوه، اهله اللي هربوه، وامه ومرات خاله، امه ومرات خاله واخواته وعيال خاله هم اللي هربوه. هو كان بيجري معانا وانا قعدت اقول له تعالى تعالى، وكان ماشي معانا، وامه واخواته بيشدوه يهربوه. وكم سنة المتهم ده؟ عنده بتاع 27 28 سنة، وهو ما بيشربش حاجة، يعني مش مدمن، ما بيشربش مخدرات، عشان نقول كان ما كانش في وعيه، هو فايق وفايق لكل حاجة بيعملها. هو اتجوز ام يعني ساجده بالعافيه كده ولا كان اول متقدم لها، وبعد لما قالت ماشي واربي بنتي وكده وحد هيصرف عليا وقعدني في البيت، وبعد لما خد على البيت وبيطلع وينزل يتخانق معاها ويضربها، فقالت لا انا خلاص مش عايزاك، قال لها انا لو ما اتجوزتكيش هدلو على وشك ميه نور، وضرب اخويا وعوره، وضرب اخونا كان وعور، بيمرمطني يضربني في الحته كلها، كان الحته كلها بيشوفني، والناس كلها كانت عارفه. لو عايز تضيفي حاجه اتفضلي. كان بيضربني وكان بيبهدلني في الحته كلها، والناس كانت شايفه كل حاجه، وضرب اخويا وعور، وبلطجي اصلا في الحته، والناس كلها عارفه ان هو بلطجي، بتاع مشاكل وبيعمل مشاكل على طول على طول. اما هو ما فقتش بيه، راح قال لي انا هعورك وهعور اخوكي وهدمركم، لا هدمركم، معرفش اللي هو هدمر، معرفش ولا كل ده عشان انت يعني كنت عايزه مجرد تسيبيه. هو ما سبقش ليه اي جوازه تانية ولا اي حاجه؟ هو كان متجوز وانفصل، كان متجوز ومطلق، كان بيعمل في نفس، كان اللي كان بيعمله فيها كان بيعمله في مراته التانية، بس مراته التانية راحت عملت له محاضر واشتكيته، عشان كده طلقها، وكانت هربانة وما كانش لها حد، لكن هي انا خدتها برضو، قال لها هخطف عيال اخواتك، انا كان عايز يعرف يخطف عيالي، وقال لها لو ما رجعتيش هخطف عيال اختي. قول له جوزي واخد ابني مش ابنه بربيه، يعني مش كل الناس برضو وحشة، انا متجوزة غير ابو ابني، ومعايا منه عيلين ومراعي ربنا في الواد، واخده عند 6 شهور مربيه، دلوقتي عنده 7 سنين ومربيه، وما عملش فيه كده. فاحنا كل اللي عايزينه حق وعد، احنا عايزين اعدام، مش عايزين حكم، مش عايزين 25 سنة دي، احنا عايزين حكم، عايزين اعدام كده يتشرح ويتقتل زي، ويشرحوا فيه بالحته زي ما شرحوا الطفله. عيله عندها 4 سنين تتشرح ليه؟
تتشرح ليه؟ احنا عايزين حق وعد. شوفيها لو عايزة تقول اي حاجة تانية. عايزة حق وعد، عايزة حق وعد. وعد اتعذبت اوي 3 ايام ما كنتش بشوفها، ما كنتش باخدها في حضني، ما كانش بيخليني اخدها في حضني، ما كانش بيخليني اخدها في حضني 3 ايام ما كانش بيخليني اشوفها. كانت بتتسير وتقول يا ماما تعالي شطفيني، ما كنتش اعرف، وتقف لي ورا الباب وتقول لي يا ماما عايزه الشطه، ما كنتش اعرف اشطفها، ما كنتش اعرف اخرج. عايزه وعد، وعد اتبدلت اوي، والشبعد اتبدلت وعد. تمام، مش هنتقل عليك. هو مشي، ما هو ما اتمسكش لحد دلوقتي، ما اتقبضش عليه. لا ما اتقبضش عليه، هرب وراح صام. ما اتمسكش بلاش كده فاضي. هو ما جابوا له حقها. انتوا شغالين فين؟ حاضر. انا عايزه حق وعد والنبي. يومك سالم. امين عليكم، عايزه حق وعد. قتل ولاعه يا اسلام. هو راح سوهاج، هو كان قبل ما يموت بنته كان بيقول لي لو مت انا هروح سوهاج، هروح اقعد في بلدي عشان انتوا ما حدكمش حد ومحدش هيسال عليكم. كان كل ما يتكلم يقول لي انتوا مالكمش حد ومحدش يسال عليكم، كل ما يتكلم يقول لي كده، كل ما يجي يضربنا يقول لنا كده. كان اتبهدلنا قوي، اتبهدلنا قوي، وعد اتبهدلت قوي. انا عايزه اوعد، امان عليك، عايزه اوعد. انا قلت ما اتجوز. عايزه حق وعد والنبي، امان عليك، عايزه اوعد. عايزه يتمسك، هو هرب. انا ما اعرفش، انا ما كنتش هتجوز، بس انا شايف اختي متجوزه وابوه يعني بيراعي ابنها، بيراعي ابنها وكبره، وخدوا لحمه صغننه ورباه وكبره. شوف ناس كتيره بتتجوز وبتربي عيالها، يعني بتربي عيال غيرها يعني. عايزه حق وعد النبي. تمام، احنا بنشكر حضرتك وان شاء الله حقها.